بدي رحب بهذا الوقت بالدكتور سليم أديب. دكتور سليم أديب هو أستاذ بطب المجتمع والوبائيات بالجامعة الأمريكية ببيروت. دكتور صباح الخير. صباح النور سفين. كيف الصحة؟ الحمد لله. أنتو؟ الحمد لله. الحمد لله ونشكر الله. دكتور أنا بتفائل بالعادة لما بتطلع معي على الهواء صراحة، لأنه أنت دايما بتهون الأمور ما بتأزمها. ما لأن التاريخ بعيد نفسه. مش أول وباء عم نعيشه ولا أول أزمة عم نفوت فيها. نعم. وبما أنه الجنس البشري بعده موجود، معناته تغلبنا على كل وباء وتغلبنا على كل أزمة. بالتالي لازم دايما نطلع وين جاي النور بعد الظلمة. حلو. لنقدر نكفي. نعم. فعلا هلا اكيد كمان كلامك رح هيك يساعد العالم معنويا شوي، خاصه انه نحن لما بنسمع نشرات الاخبار او لما بنسمع اخبار كورونا بنحس بهيدا الهلع الكتير قوي. وصلنا هيك اذا مرحله الخطر دكتور سليم؟ لا قربنا من نهايه الخطر. كيف اللي عم نشوفه هالارقام نعم بتدل على انه الفيروس منتشر بشكل كتير واسع بالبلد. يعني مناعة القطيع بفهم؟ ايه، خلينا نسميها المناعة الجماعية. المناعة الجماعية الا ما تظهر بسرعة اكثر اذا كفى هالانتشار بهالطريقة. هلا وين الخطورة سترين؟ نعم. لما بصير في 4000 حالة امبارح. اوكي، بدنا نسأل الدولة بالحقيقة شو معناتها بالنسبة لكم شخص بحاجة لاستشفى. يعني اللي عم جرب أقوله إنه في إذا في 4000 شخص جابوا فحص إيجابي وفي 100 شخص بحاجة لمستشفى، المشكلة منا ضخمة. نعم. المشكلة هي إنه هالدولة تلاقي طريقة تفوت 100 مريض على المستشفيات. هيدي أزمة اقتصادية وإدارية بإيد الدولة. إذا بيوقفوا هدر وسرقة عن 3 أيام فيهم يدفعوا تكاليف الاستشفاء تبع كل مرضى الكورونا بمستشفيات لبنان من هلا لاخر الشهر. اوكي، 3 أيام بمقابل شهر. والنقطه الثانيه هي ان شاء الله بيصيروا 5000 20000 حاله، بدنا نشوف كم شخص عم يتوفى. نسبه الوفيات لهلا هي نسبه مش حقول طبيعيه لانه اكثر من العادي، بس عم تتبع نمط طبيعي جدا. يعني مرقنا من الأسبوع الماضي من معدل 13 لهلأ جايين على معدل 20. بدنا نتذكر سترين أنه بشكل طبيعي كل سنة بالشتاء بتزيد نسبة الوفيات من الأمراض الانتقالية. نعم. إن كان اسمها كورونا أو كان اسمها رشح أو كان اسمها نمونيا إنفلونزا أو شيء. هالزودة هيدي بتضل طالعة معنا لشهر شباط لقلب الشتاء وترجع تنزل على الربيع. ما بعتقد انه رح تفز بعد فزة نوعية اكبر يعني. فالمؤشرين الخطورة، الاشخاص اللي بحاجة لاستشفاء ورعاية ومش عم بيوصلوا لها، هذا موضوع ما له كتير علاقة بالوباء ما هو له علاقة بإدارة الأزمة. وموضوع الوفيات نسبيا اذا بتطلع على شو عم بصير برا، نسبيا بعدنا الوباء منه فتاك. فأنا اللي عم بقوله للناس إنه الأعداد ممكن تخلق هيك رعب كتير، بس تذكروا إنه بالحقيقة إذا حطينا عدد الفحوصات الإيجابية وقسمناهم على عدد الفحوصات اللي عم نعملها كل يوم، رح نلاحظ إنه من بداية الأسبوع الماضي لهلأ نسبة الإيجابيات عم تنزل. يعني كنا 15% دغري بعد عيد راس السنة، وهو مناسبة الفعرة الكبيرة اللي هلا عايشينها. اوكي، نزلت ل 14% اليوم الصبح، امبارح كانت 13%. اوكي، يعني عم بنتشر بس نسبة انتشاره أقل من نسبة الأشخاص اللي ما عم بينصابوا. فبرجع بقول مرض لازم يتعالج لأنه خطير عند كتير ناس وكتير عم بيعذب كتير ناس. والله يشفي الجميع. نعم. هون الوزارة بدها تلعب دورة. ما بيكفي يسكرونا ويحجرونا
وشي نهار انت خارجة عن سيطرتها للوزارة، يعني بتلاحظ انه الوضع اليوم خارج عن السيطرة؟ لا ما بعتقد الوضع، وضع الكورونا ايه خارج عن الوزارة طبعا، خارج عن وضع السيطرة. وضع المعالجة، وضع وضع الاهتمام بالمرضى اللي هو شغلته للوزارة. نعم اوكي، الوزارة من الله ما فيها توقف وباء. اوكي نعم، الشيء الطبيعي اللي الوباء بده يوقف بطريقتين، يا اما المناعة الجماعية بدها توقفه وهيدي على الدرب واسطة، يا اما بده يجي اللقاح. اللقاح ما راح يجي لانه الوزارة هيئتها اخذت الوثقة اللي هي من حصتنا واستعملوها لغايته. ما فهمت كيف يعني، كيف يعني دكتور؟ وضح لي. نحن على امل انه يوصل اللقاح على لبنان. ايه، ما اول شيء بدنا نفعله، بدنا ندفع سعره، بس في وعد من الوزاره انه رح يوصل بشباط. لبنان بحمل الغنيه. ايه ما هيدي الوعود مش اول مره سترين بنسمع وعد وتمنيات، ما المشكله بحضارتنا انه نحن بنحكي شيء وبنفكر انه هو صار الواقع يعني، بس هي هيدي عجيب. واحد يحصل على لقاح بده يعمل، بده يمضي عقد، والعقد بيفترض انه يدفع عن هالعقد، وبيفترض انه يجهز حاله تيقدر يستلم اللقاح. كم براد اللي بينزلوا الحراره لاقل من 70 درجه مئويه صرنا جايبين على بيروت؟ قالوا لي رح نجيب 6 7. طيب جيبوا واحد لخي، بس جيبوه كسروا على عيننا. اوكي بس ما في ولا واحد. يعني اليوم اذا اجى اللقاح على مرفق بيروت، اذا ما استعملناه بظرف يومين ثلاثه بيكون، عم بحكي عن لقاح فايزر، بيكون راح دعان. ايه من جبته بالزباله، ما له مرفع. وتذكري انه اذا اجى لقاح واحتفظنا فيه واستعملناه، بدنا في لقاح ثاني بده يجي بعد 3 اسابيع. يعني ما فينا بس انه يعني على مرحلتين، يعني قصدك ايه في منظومه لوجستيه طويله عريضه، اللي نحن لهلا بعد ما شفتها بدايتها. بس في لجنه لا عم بتدير هذا الموضوع. في لجنه وزميله ورئيسه زميله وكلياتها. نعم صحيح، بحطوا لنا اسمه هيك كأنه انه عرفتي كيف، انه هذا زميلنا على راس اللجنه. شو بعد لكم؟ بعد قلنا انه نشوف التفاصيل، بعد قلنا يفرجونا وين محطوط البراد، بعد قلنا يقولوا لنا مين بدهم، كيف بدهم يوزعوا للاولويات، مين اول شخص بده يحصل على اللقاح، كيف بده يوصلوا له. بس بتخيل كثير مهم لنا كشعب كمجتمع. نعم نعم، لازم نعرفها يا سترين. ما حدا عم بيحكي لنا فيها. الصمت المريع كثير بيخفي كثير. بلكي هن بانتظار بس انهم يمضوا مع الشركه لحتى يرجعوا يوضعوا الاستراتيجيه اللي على اساسها رح بيتم توزيع اللقاح. بلشوا يحكوا بهالموضوع بنوفمبر، بتشرين الثاني. تشرين الثاني، كانون الاول، كانون الثاني. صار لنا 3 اشهر، يعني جيراننا صاروا ملقحين ملايين من الناس. اوكي؟ نعم. يعني اذا حكومتنا عم تحكم، كان المفروض يكون اللقاح هلا عم يتوزع ببيروت، بس لما حكومتنا فاشله مش عم تحكم، ما في شيء، عم نحكي هيك قاعدين. طب شو يلي بيمنع لحد هلا دكتور؟ انا بعرفك حضرتك السائر، يعني اللي ما بترحم حدا. شو يلي بماديتها، ماديات يعني الموضوع ولا شو؟ الاولويه هي انه ما عندنا مصريات حاليا بهالدوله لموضوع الصحه العامه. ما عندنا مصريات لكثير اشياء، بس هلا الاولويه هي انه في عندنا وباء بالبلد. نعم صحيح صحيح، انه ما عندنا مصريات تنفتح المدارس الرسمية، ما عندنا مدارس تنأمن التغطية الاجتماعية الضرورية للعيال الفقيرة، ما عندنا مصريات تنأمن الطحين لآخر الشهر. كل هالأمور هذه موجودة، بس في أولويات. هلأ تيجي تطلع بحكومة عم تحكم، الحكومة اللي عم تحكم تطلع بواحد اثنين ثلاثة أربعة حرامية اللي معروف قديش عم بيسرقوا، بتقول لهم سوري هلا بدنا نوقف السرقه لانه في اولويه. اوكي، بس لما ما في حكومه عم تحكم ما قادره تاخذ هيك قرار، لا الحكومه اللي قايمه هلا ولا الحكومه اللي بدهم يركبون، لانه منا مستقله عن النظام اللي عم بيسرق.
نحاميها ما فيكون حراميها. نعم. حراميها ما فيكون حراميها. طب في حال تم التوقيع مع الشركة وصل الفاكسين على على لبنان، تعتقد انه رح يتوزع للسياسيين ولجماعاتهم واهاليهم وهيك؟ بدك تسأل الدكتور عبد الرحمن البزري زميلنا العزيز اللي هو رئيس اللجنة الوطنية. هو اكيد كاتب على ورقة مين اللي اذا ما كتبوا بيكون مشكلة، بس ان شاء الله يكونوا كتبوا ويخبرونا مين وكيف بده يتوزع على الاولويات. انا بعتقد الاولويات هن فئتين من الناس اللي لازم دغري يتلقحوا. اقولك نحن من اي فئة رح منكون؟ نحن من اي فئة؟ ما بعرف. انتوا انتوا وسطتكم قال كنت تنطر الفرج، بس انه في اللي عم بيقدموا الرعاية الصحية لازم يكونوا بالاول. اوكي الاطباء والمسعفين والانفيرمير وكل العالم لازم يتلقحوا بالاول يقدموا الخدمه، مثل الطياره بيقولوا لك اذا ما قطعت الهواء بالاول حط تنفسي انت بعدين ساعدي لحدك. ما هيك؟ نعم. هذه اول فئه، وثاني فئه لازم تتلقح ان اساتذه المدارس تنقدر نرجع نبعت اولادنا على المدارس. انه هاي تاني سنه دراسيه عم تنمحى من خير كمان كبار العمر واللي عندهم مشاكل صحيه. يا سترين كبار السن واللي عندهم مشاكل صحيه الحل بسيط جدا، لازم نحميهم. اوكي يعني ما فيهم يروحوا على كل حفله زواج وكل حفله اجتماع العائله، وما في كل ما دق الكوز بالجره كل احد يجوا كل العالم يتغدوا عند تيتا. ما بيمشي الحال هلا هيك. مزبوط مزبوط مزبوط. لو بنتركهم بحد ذاتهم شخص او اثنين بس بيدخلوا على البيوت او بنلاقي طريقه نحميهم اكثر، ما بدهم لقاح. هلا اذا اجى اللقاح طبعا نعمله، بس انه الطريقه البسيطه جدا هي انه نحميهم. نعم. طيب دكتور في حال كان اسمك هيك موجود بالأول، الأشخاص اللي رح ياخدوا هيدا اللقاح رح تاخده ولا رح تنطر وتشوف فعاليته وترجع بتقرر إذا بتاخد اللقاح أو لا؟ كون صريح معنا. صار في 8 مليون إنسان اخدين اللقاح فايزر بالعالم. أوكي؟ نعم. هلا الـ FDA يعني الهيئة المنظمة الأدوية بأمريكا ما تدخلت ووقفت اللقاح. بالماضي تدخلت ووقفت اللقاحات اللي صار فيهم مضاعفات سلبية. مثلا روتا فيروس توقف في وقت من الأوقات. لهلأ ما تدخلوا على 8 مليون إنسان. وعم بيصير في تطعيم بسائر دول العالم. لحظة دكتور، شو أي فاكسان اللي توقف؟ روتا فيروس بال2000 نزلوه على السوق. بعد ما بلشوا يستعملوه بيّن فيه تأثيرات جانبية نادرة جدا ما كانت مبينة بالاختبار، بينت لما استعملوه على مستوى كتير كتير كبير. فرجعوا سحبوه من السوق ورجعوا اشتغلوا عليه على مدة 5-6 سنين فشالوا هالموضوع ورجعوا نزلوا عش. يعني في إمكانية إنه حتى بعد ما ينزل الدواء أو اللقاح على السوق يتوقف إذا في أسباب ضرورية يتوقف. لهلا نعم. أوكي عم بتوزع وين ما كان. المشكلة هي بس إنه ما عم بيوزعوه بسرعة كفاية. طلع على الأخبار كل دول العالم عم بتنق عشو، مش إنه خطير اللقاح، إنه مش عم بيقدر يوزعوه بسرعة كفاية. فأنا بعتقد هلا الأسبوع الجاي بيكون واضح إذا إذا استعملوا ملايين الناس وما بين أشياء خطيرة اللي بتضي إنه يوقفوا. إيه أنا رح استعمله أوف كورس، رح استعمله. مش رح استعمله بالأول إذا بدي أخذ محل غيري، بس ايه اذا انعطى لقلي وكان موجود يعني للكل باخده. حضرتك من المشجعين على لقاح فايزر، شو بالنسبة لباقي اللقاحات؟ لا فايزر لانه هو اللي عم بنحكى فيه انه بده يجي، بس اللقاحات الاخرى بعتقد موديرنا تبين انه عنده نفس المؤهلات واسهل انه ينحفظ لوجستيا. الاسترازينيكا اللي عم يستعملوه في بريطانيا نعم. بعد ما فضح انه عنده فعاليه قد اللي نعمله بموديرنا وفايزر، ولكن هن فضلوا يستعملوه لانه انتاجهم الخاص. في الصيني دكتور، الصيني شيء بضحك. الصيني اغلى من فايزر، معك خبر اللقاح؟
طيب بس يعني فعاليته كيف الفعالية نحن؟ ما خبرونا كمان. ما هذه الإشكالية الصينية والروسية، إنه ما شاركوا المعلومات عن نتائج الاختبارات، ما شاركون مع المجتمع العلمي الدولي، فهذه بتحط نقطة استفهام على الموضوع. الدول اللي عم تشتري الصيني عم تشتريها كآراء سياسي مش أكثر. أها. أوكي. الإمارات عم بتستعمل هذا قرار اللقاح سياسي، الروسي، هذا قرار، لا صيني صيني صيني، ما يمكن حتى روسي، الاثنين، يمكن الاثنين، أنا ما بعرف، قريت امبارح إنه اللقاح بس انه هذا قرار الروسي. سياسي بالنتيجة. وهن المراهنتهم انه حتى لو ما كان فعال جدا، فعال شوي، ومع باقي التوجهات اللي عم بياخدوها، وهن قادرين ياخدوا توجهات ويتبقوها، بيقدروا يوصلوا للمناعة، المستوى المناعة اللي بتوقف الانتقال. يعني هي ممكن الفاكسان يقضي على الجائحة بس مش رح يوقف المرض نهائيا يعني. مضبوط. بين 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 فاكسان اللي نافع ب 95% وفاكسان اللي نافع ب 55%، نعم في فرق. يعني بتكوني عم بتهدري شوية مصريات إذا اشتريتي فاكسان اللي مفعوله أقل قوة من فاكسان اللي معروف إنه بغطي. مظبوط. نعم. بس انتبه إنه ما في ولا فاكسان رح يغطي 100%، هذا مش موجود، لأنه البشر مبنيين مش مثل السيارات على ستاندرد واحد. أنا اليوم فيني أحصل على اللقاح، ممكن أعمل رياكشن عليه وصير عندي مناعة فظيعة وقادرة إنه توقف الفيروس، ممكن ما أعمل أي رياكشن، ومثل اللي شكني إبرة مي. اوكي، هالشيء معروف، نعم. كل شخص عنده رياكشن مناعي شكل. طب بشكل دكتور، عام نعم تفضل. بواسطة الفاكسين رح نقدر نخلق مناعة كفايتها نوقف انتقال الفيروس بمجتمعين ما. نعم دكتور، في وجهة نظر طبية بتقول أنه هي ما عندها ثقة بالفاكسان، لأنه الفاكسان لازم ياخد سنين دراسة قبل ما ينزل ويجرب أو ياخدوه العالم. أكيد. وباء الطاعون بالقرن الخامس عشر نعم أخذ 8 سنين تيبرم حوالين العالم. أوكي. وباء الاتش اي في أخذ 4 سنين تيبرم حوالين العالم. وباء السارس أخذ 6 أسابيع تيبرم حوالين العالم. وباء الكورونا أخذ أقل من 10 أيام تيبرم حوالين العالم. اللي يعني عم جرب أقوله إنه الأشياء عم تتسرع، مش بس بانتشار الأوبئة، كمان بقدرتنا على مجابهتها. لأنه الطب تقدم يعني. طبعاً الطرق الاستنباط اللي أخذت 5 سنوات لنعرف شو هو سبب الـ HIV. سبب السارس عرفناه ب 6 أسابيع، سبب الكورونا عرفناه ب 4 أيام. فالموضوع ما عاد إنه بده سنين، اللي عم يحكي بسنين بعده على الآن باختبارات البوليو 1955. أوكي. التطور اللي عندنا حالياً بيسمح إنه واحد يقدر يوصل لنتائج بظرف قصير، منه قصير على كل حال، يعني انه 8 اشهر منه بالنتيجه كان امبارح يعني. نعم. بتخيل كمان اخذ وقت كثير، يعني سنه تقريبا او اقل شوي لقدروا أقل. توصلوا للفايزر والباقي اللقاحات. دغري انتبهوا وبلشوا يشتغلوا. نعم. وفي 65 شركه عم تجربها، اكثر 65 قربوا و85 بلشوا، يعني في كثير شركات بالعالم اللي عم بتشارك بهالمحاوله لوجود الاداه الجايه. نعم. يعني من قوي قلبنا في حال وصل على لبنان، واذا كان عندنا حظ يعني انه ناخذه. انا شخصيا لانه الموضوع بايد هالحكومه، ما عندي ثقه بالمره انه رح يقدروا يتمموا المهمه بالطريقه اللي نحن بدنا اياها كمواطنين. أوكي. إذا تمت رح تتم كالعادة لمصلحة فئة معينة من الناس. أوكي. اللي هن عم بيديروا لنا البلد على هواهم. مع الأسف أنا يعني. عايش بموضوع الوباء، عايشه بكتير طبيعي. مثل كل الأوبئة، مع قبل ما يكتشف اللقاحات، الأوبئة بتوقف بواسطة المناعة الجماعية. أنا بقدر إنه صار في 1,000,000 إنسان بلبنان عندهم مناعة. يعني 200,000 حالة اللي نحن عارفينها بيمثلوا خمس، يمكن شوي أقل بعد، خمس الحالات اللي موجودة واللي ما بنعرفها. نعم. أوكي، بالتالي عندنا 1,000,000 إنسان، يعني بين 20 ل 25% من سكان لبنان أوريدي عندهم نوع من المناعة. أوكي، من هلا لشهرين
بنكون وصلنا لل 35-40% اللي نحن بحاجة لها من شان هالمرض بالذات. فيصير عندنا المناعة الجماعية اللي بتروح فيه. نعم. بيجي بآخر شهر أدار إن شاء الله بتكون بلشت بداياتها تبين. إذا ما رجعنا عملنا هرجلة مثل ما بنعمل عادة، بنفتح المطار بالصيف بنرقص وندبك بالأعياد. إذا ما صار في هيك أغلاط جماعية ممكن ننتهي فيها مع بداية الربيع. يعني وتشدد، يعني ضروري يكون في تشدد على المطارات. يعني امبارح الميدل ايست اصدرت قرار انه ممنوع حدا يسافر بدون فحص بي سي ار. طيب هذا شيء منيح من الاساس، اننا عارفين من الاساس انه بيقدروا يضبطوا 1000 مسافر جاي على المطار، واجى الصيف وصاروا 8000 و9000 و10000. نعم. وانفلشت. اليوم اذا بنضبط المطار بنشغل مزبوط، بس في ثغرات كثيرة باللي مقدمته الدولة والمجلس. يعني انه بيجيبوه بده يحطوه الشخص يومين يمكن ثلاثة يمكن أربعة بأوتيل على حسابه، ما كمان واحد لازم ينتبه على شو عم بينطلب من الناس. بس على كل الأحوال شوية ضبط أكثر أحسن من الانفلاش. 100% دكتور. بالنسبة للمستشفيات الميدانية اللي انبعتت بوقت من الأوقات على لبنان، وينه؟ عندك فكرة شيء؟ وزير الصحة العامة ووزير الداخلية اللي عامل حاله ضابط الأوبئة بلبنان، ووزير المالية اللي مفروض يساعد شوية تنفتح المستشفيات. بدك تسألي الأحزاب السلطة. لأنه هلأ نحن بحاجة لها أكثر من أي وقت. بس أنه وينه؟ يعني ما عرفت وينه. لأنه ما في عنا حدا عم بيسأل عن الشأن العام. سترينا كلهم بعضهم بموضوع المحاصصة. شو بيطلع لي وشو بيطلع لك، ليش انت بيطلع لي وما بيطلع لك، بيطلع لك ما بيطلع لي، والمواطن قاعد يتفرج عليهم عم بيهربجوا قاعدين عم بيفزقوا كله سوا، شو بيطلع لي شو بيطلع لك. لهالسبب ما كل المشاريع الجيدة بهالبلد ليش وقفت؟ لأن المحاصصة ما زبطت. بكرة بيتفقوا على مين بيطلع له شو ولمين فتحوا هالمستشفى ومين راح يحط عليه قارمته وبعدين بيفتحوه. هلا بهداك الوقت، من هلا لهداك الوقت اللي بيعيش بيعيش واللي بيموت بيموت، اخر همه اخر همه. دكتور سليم اديب، بتعتقد انه نحن رايحين على ربيع رح نرجع فيه من خلاله لحياتنا الطبيعيه مثل ما قالت منظمه الصحه العالميه؟ انا هذا يقيني انه مع إذا استمرينا بالريتم اللي هلأ شايفينه مع الاهتمام بالمرضى بشكل شوي جدي أكثر من هلأ، رح نوصل لمرحلة ببداية الربيع اللي بنكون طلعنا فيها من النفق. نعم. وخلصنا من الوباء وصار فينا نرجع نحكي بمصيرنا الوطن إن شاء الله يا رب. هيدا اللي نحن بنتمنى. أنا بدي أتشكرك كتير دكتور سليم أديب، أستاذ بطب المجتمع والوبائيات بالجامعة الأمريكية ببيروت، وشكرا لتفاؤلك. يعني نحن لما منعوز تفاؤل رح نتصل فيك صراحة، لأنه عم بتخفف علينا هالأزمة والجو. هذا مش شعوري، هذا علم. نعم صحيح. علم الوبائيات بيفرجينا أنه رح نوصل لمكان قريب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. اللي هي نهاية هالوباء بلبنان إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتور. شكرا. بالتوفيق دائما. شكرا.